سلام، اليوم راح نعمل مع بعضنا طبق ايطالي. راح نديرو جلبانة دو سيبيا، نشوفوا مع بعضنا طريقة هذه الوصفة ومكونات اللي نحتاجوها الوصفة تاعنا خطوة بخطوة. نبداو بسم الله. هنا كمرحلة اولى، هنايا عندي بصلة صغيرة، عندي هنايا جلبانة استعملت مجمدة، وعندي هنايا سيبيا ومعدنوس كما غادي نشوفوا. نبدا هنايا نقطع البصل تاعي ولا نقص البصل تاعي. اذا حبيتوا يعني تربيوه ولا ترحيوه حاجه رجع ليكم، حاجه اختياريه. هنايا عندي هنايا السيبيا تاعي بعد ما تكون مغسوله مليح منظفه، نحطها على الاقل ليله كامله في المجمد باه تسهل لنا الطياب. يعني هذه تدبيره من تدبيرات باه السيبيا تجينا طريه وطيب في ساعه. نبدا هنايا نحط شويه زيت الزيتونه في العمارة تاعي، نزيد هنايا البصل اللي قصيته، ونبدا هنايا نقلي مليح بالطريقه هذه. نزيد هنايا كميه قليله تاع طماطم، تقدروا تعملوا هنايا كعبه تاع طماطم طازجه اذا فضلتوا طماطم طازجه، ولا طماطم مركزه تحطوا طماطم كونسيرف مغرف صغيره تكون كافيه. زيد هنايا شويه فلفل اكحل ولا فلفل اسود، وكميه قليله تاع الملح، ما نكتروش الملح. نزيد هنايا شويه ماء، ما يكون الماء يكون سخون، ونكمل نقلي حتى البصل تاعي يدوب كما قاعدين نشوف. نزيد هنايا تاني شويه ماء ونكمل نقلي. المرحله هذه مهمه ياسر باه البصل تاعنا يدوب ويعود ما يبانش في الماكله تاعنا، وجينا تاني الماكله تاني بنينه. في المرحله هذه بعد ما تقلى البصل مليح والطماطم، نحط هنايا السيبيا كما قاعدين نشوفوا، ما قصيتهاش صغيره، قصيتها بالحجم هذا باه تبقى تبان. نكمل نقلي مليح بالطريقه هذه. هنا بعد ما قليت نبدا هنايا نمرق، الماء لازم يكون مسخون. نزيد هنايا الجلبانه تاعي، ها كيما غادي نشوفوا. نزيد هنايا المعدنوس، نربط شويه معدنوس ونحطه، ونغطيها نخليها تقريبا يعني ربع ساعة، ونحي هنايا المعدنوس ها كيما قاعدين نشوف. ونخليها تلبي يعني تقريبا 45 دقيقة يكون كلش واجد. هنايا بعد ما طابت ولبات نزيد لها هنايا شوية ملح، ونخليها تكمل تغلي غلوة بالمرقة تاعنا تزيد تختار شوية. نقص هنايا شويه معدنوس، في المرحله هذه نطفي على النار ونحط المعدنوس بالطريقه هذه، ونخليها ترتاح على الاقل زوز دقائق قبل التقديم. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم وتجربوها، وما تنسونيش بالاعجاب والاشتراك في القناه، ونقول لكم سلام الى وصفات اخرى ان شاء الله.